حول الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من القمشلي العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية. سيادة العميد مساء الخير، أهلا بك معنا. العمليات في جنوب الرقة تحديدا في تقدم يوما بعد يوم، ماذا جرى اليوم وما المناطق المحررة؟ أولا تحية لك والمشاهدين. ما يجري الآن، قامت قوات سوريا الديمقراطية بكسر دفاعات داعش بشكل كامل بالقرب من الجامع العتيق. يعني اليوم احنا تقدمنا على محورين، محور شارع سيف الدولة وشارع أبو الهيس، تم تطهيرهم من قبل وحدات الهندسة المختصة التابعة للقوات بمساعدة قوات التحالف من الخبراء. الآن يعني السيطرة كاملة تتم على جامع العتيق والمعارك تحتدم. تم إطلاق سراح عدد كبير من الأسر، يعني 15 أسرة كانت محاصرة في غرب الجامع العتيق، تم إطلاق سراحهم وتم إخلاءهم بشكل آمن إلى مناطق أخرى يعني يكون فيها أكثر أمانا بالنسبة لهم. نعم، فيما يخص الأسر، يعني هل أنتم وضعتم يعني خطة لمساعدتهم على العبور، أم فقط من يستطيع الهروب أو التخلص من داعش تقومون بمساعدتهم؟ كيف تتم عملية مساعدة المدنيين؟ صحيح، هي عملية منظمة، لدينا فرق إخلاء مختصة، لدينا قوات خاصة تقوم بالإشراف على هكذا عمليات وتأمين الأهل. لا يمكن خروجهم بشكل عشوائي، لا يمكن تأمينهم إلا بوجود هذه الفرق المختصة وبوجود ممرات آمنة تم تحديدها تنتقل هذه الفرق عبرها للوصول إلى المناطق الآمنة تماما. على الأرض أيضا سمعنا بأنه كانت هناك تطورات بأن داعش يحاول القيام ببعض الهجمات المعاكسة لمحاولة إعادة احتلال بعض المناطق التي حررت. كيف تتم عملية صد؟ هل الأسلحة المتوفرة الآن بيدكم كافية لهذه العمليات؟ صحيح، سؤال جيد. الآن يعني بالنسبة لنا نقوم بالتصدي للهجمات الانتحارية والتي قد تعودنا عليها، كما تم تحديد بؤرة كان ينطلق منها طائرات من غير طيار مزودة بقوازف تقوم بقصف المناطق التي تتقدم فيها القوات، ولكن الحمد لله لم تكن هناك إصابات. الأسلحة التي تأتي من التحالف وتحديدا الأسلحة الأمريكية تأتي ضمن البرنامج المتفق عليه. قمنا ببناء الثقة بيننا وبين الجانب الأمريكي، ونحن الآن نحصل على هذا السلاح ووصولا إلى السلاح الثقيل. يعني أما بالنسبة أيضا كمان حصلنا بالموازي، يعني بالطرف الموازي حصلنا على ثقة المدنيين والأهالي والحاضنة الشعبية، والكل يتعاون الآن مع قوات سوريا الديمقراطية في قتالها ضد تنظيم داعش. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة معنا، على هذه المعلومات. العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر سكايب من القامشلي.